السلام عليكم، مرحبا متتبعينا الكرام، اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب دوت كوم. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. الكاف يستقر على ملعب مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية الفاصلة لمونديال قطر 2022. اعلن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم موافقة الاتحاد الافريقي للعبة على استقبال المنتخب الفوود لمباراة ذهب الدور الحاسم المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 امام المنتخب المغربي على ارضية الملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا. واصدر الاتحاد الكونغولي بلاغا عبر موقعه الرسمي اكد فيه توصله بموافقة من الكاف من أجل احتضان ملعب الشهداء لمباراة المذكورة خلال الفترة المتراوحة ما بين 21 و 29 مارس القادم. وكان الكاف قد أشار في بلاغ سابق أن جميع المباريات التي ستحتضن لقاء الدور الفاصل يجب أن تعرف تواجد تقنية الفار، وهو الأمر الذي لم يكن متوفرا في ملعب الشهداء. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.